رمضان خلص، بس الكلام عن المسلسلات لسه ما خلصش. زي ما شفنا النجوم بيلبسوا من ماركات عالميه، شفناهم كمان بيلبسوا براندات مصريه. تعالوا نبص عليهم. عائشه بن احمد او امينه في لعبه نيوتن، شفناها وهي لابسه ستايل بوهيمي شويه، اللي هو الوان على بعض ونقوش على بعض، التنسيقات كده ملفته شويه ليها. هي كانت طالعه مصممه اكسسوارات. دايما الدراما بتحب تبين الفنان التشكيلي او الفنان اللي ليه بعد شويه فني بيلبس بوهيميان. كانت لابسه اغلب لبسها من ندى اكرم، وكمان اكسسوارات المسلسل كله من تصميم هند علي، حتى اللي كانت امينه بتعملها في المسلسل. اروى جوده كمان من الفنانات اللي بيحبوا يدعموا الصناعه المصريه، شفناها كتير في ايفنتات ومسلسلات ليها تلبس فساتين واكسسوارات من حاجات مصريه. في حرب اهليه السنه دي شفناها وهي لابسه نظارتين من براند مصري نايل اي وير، وكمان شفناها لابسه سلسله من اويا كولكشن مصنوعه من الحجر الكريم والفضه، وشفناها وهي لابسه شنطه من تصميم مها الصغير. وعلى سيره النظارات شفنا كمان هند صبري في هجمه مرتده وهي لابسه نظاره من اختين، فستان من نور عزازي. وفي نفس المسلسل كمان شفنا انجل مقدم لابسه جامب سوت من تصميم فرح والي. الجامب سوت كان غريب شويه وايدجي. سنتيا خليفه كانت لابسه شويه لبس غريب في رمضان اللي فات في مسلسلين، ضد الكسر وحرب اهليه. فحرب اهليه كانت لابسه فستان قطعتين من ساس كورنر، كان شكله مميز قوي. هو عامه البراند ده كمان مختص في ان هو يعمل لبس بوهيمي شويه او حاجات ستايلات بالوان مختلفه. اما في ضد الكسر شفناها لابسه ترنج رياضي من تصميم ميرنا راضي، ولصقته مع كاب من مزيج. وللرجاله نصيب كمان في البراندات المصريه، زي ما شفنا احمد العوضي او سيف الخديوي في اللي مالوش كبير، وهو لابس سلسله من تصميم سلطانه سيلفر لصاحبتها سالي مبارك. نفس المصممه المصريه سالي مبارك هي اللي عامله عصايه امير كرارة او غفران الغريب في نسل الاغراب. مي عمر كمان كانت لابسه شويه جلاليب وعبايات كده ستايلها مختلف شويه، من تصميم خالد عبد العزيز. وفي ضد الكسر كمان شفت طارق عماد كانت لابسه اشربات من نيور ايما. من مفاجآت رمضان كمان هو ظهور تصميم ليلي احمد حلمي، كان لابسه زي او ادم الشرقاوي في لعبه نيوتن. التصميم كان عباره عن رسمها على جاكيت جلد ليلي احترفت الموضوع ده واعلنت ان هي عندها براند باسمها ليلي وركشوب، مختصه فيه بان هي ترسم رسومات مخصصه حسب الطلب. كده خلصنا، تشوفوا الحلقه الجايه.